أيهما أقوى الإنس أو الجن؟ أيهما أفضل الجن أو الإنس؟ الإنس أفضل. لماذا؟ لأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الإنس. الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. عندما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مثلا، يفر الجن ويبقى الإنس. من يعيش في الأرض مختفي؟ الجن. نعم، لكن قد يكون من الجن من هو أتقى لله من بعض الإنس. نعم، لأن الجن فيهم المسلم فيهم الكافر. نحن ماذا نصنع؟ نبتعد عن الجن، لا نطلب منهم شيئا. تطلب من من؟ من الله سبحانه وتعالى. لا تخاف، خوف طبيعي لا إشكال، لكن خوف عبادة، هذا شرك أكبر. لا يمكن تذبح لهم، تدعوهم من دون الله. لا لا، إذا لابد أننا نبتعد عن الجن.